كليب لو شفنا احد من المقدمين امثال ريان بلوي او عز الاسلمي او احد من المقدمين اللي لم يحضرون لفقراتهم في البرنامج الجاي تراك ان تصر على استمرار الفشل. طيب بما يخص الكوفي شروم يعني يا مشعل انا ما ادري هل المتسابقين يسمعون النداء؟ هل في احد في الكوفي شروم؟ خلهم يجون كلهم عادي خلهم يجون الاربعه. منو؟ من الكوفي شروم؟ منو؟ ايوه مين هذا؟ من هو ذا؟ نعم عز استمرار للفوضى اللي قاعد اتكلم عليها يا اخواني. حنا طلبنا متسابق، حنا طلبنا واحد من اربعة المتسابقين. ما زال عز الاسلمي يستمر بالفوضى والعبث في هذه القرية. في فقرة العمدة يصر الا يطلع، في فقرتنا يصر الا يطلع. يا اخي خلاص درينا انك نجم، امس ما جيت فقرتك جاي اليوم تسحب. في كل فقرة تطلع، في العمدة طلعت وفي فقرتنا طلعت. يا اخوي كلام من شرك يا مسلم، لا انضباطيه لا مهنيه ولا تعرف العمل. الى متى يا عز الاسلمي هذا التسيب يا اخي؟ ابو حمود هذا دليل على ان عز الاسلمي يعني اشتاق وحن لعبد العزيز المتسابق ولم يتقبل يعني حقيقه عبد العزيز المقدم. يعني عبد العزيز ما ينفع يصير مقدم، هذا يعني اعتراف منه ان عبد العزيز المتسابق. صح عبد العزيز المتسابق ناجح، لكن يا نايف عبد العزيز المقدم يا المتسابق يعني. اللي تقول عنه هذا تراها افضل مني ومنك المتسابق هذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا تفضل يا عز الاسلمي. انتم ما سلمتوا عشان تبوني ابادلكم السلام. اول شيء انت هنا في مكانك قبلت انك تصير متسابق، فلو سمحت لو عاملناك كمتسابق اقبل لو سمحت. على خشمي سلم عليه الشعب من افداك. سلم السلام عليكم صبحكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا متسابق. طيب منور يا ابو العز. اول شيء انتم من اليوم تتكلمون عن المتسابقين. المتسابقين وش فيهم؟ انا جاي ادافع عن المتسابقين. جاي ادافع عن من؟ جاي ادافع عن المتسابقين وجاي ادافع عن المقدمين كلهم. حلو جاي ادافع عن المتسابقين. اول شيء المقدمين اللي تقول عنهم هذولا، اللي كل انسان اول شيء حصل له ظروف. انا البارح ما جيت علشان اليوم اجي، لان البارح كان عندي ظرف، خلصت ظرفي وجيت اليوم. وانا مكلم القناه ومكلم ابو عيسى ومعلم الشباب كلهم انه عبد العزيز ترى مو بجاي اليوم، حتى اني الجمهور كله يدري اني بجي يوم الاربعاء. طيب وهذا انا جيت. ثاني شيء مصر الجبيلي لكم ساعه تتكلمون عنه. مصر الجبيلي رجال عنده ظرف يخلص ظرفه، متى ما جاء الفقره موجوده، الشيك الانقاذ ما اعلن، كل شيء ما راح ولا في شيء طاير. المتسابقين موجودين اربعه يكفون عن 10، يجي مصر الجبلي ويعلن عنهم. وش عندكم لليوم يا عز الاسلمي؟ دقيقه يا عز الاسلمي، هل اين ما حد عنده ظروف الا انت؟ خلال تقييمك لفقره ثلاثه غبت 3 مرات، قلنا مريض قلنا اسم الله عليك، قلنا جيت بعلاجاتك قلنا جعلك ما تشوف شر. البارحه وش عذرك يا اخي؟ الانضباطيه، اذا انت ما انضبطت كيف نطلب الانضباطيه من المتسابقين يا اخي؟ كم يوم في الاسبوع فقره عز؟ يوم واحد. عز كم يوم انت؟ يوم ولا يومين في الاسبوع؟ يوم واحد في الاسبوع. يوم واحد في الاسبوع وصار عندك غياب 3 ايام اعتذارات. ما في ابو حمود ما في 5 ايام يوميا وللحين ما غاب ولا يوم. ما في 3 ايام. ما شاء الله لا اله الا الله. لا تالفوا من روسكم، 3 ايام ما وصلت 3 ايام حتى. لا الغياب انا حافظها 3 ايام غايبها. دقيقه خلينا نتاكد من الاعداد. تاكد ايوه 3 ايام مرة. 3 ايام وصلنا عليك بعد. انا بس في عندي نقطة، في عندي نقطة سابقة في برامج الواقع وتسجل لقناة الواقع، ان فقرة النقد تستضيف مقدم في الكوفي شروم. عادي ما صارت عادي هذه حصلت لي. شيء ثاني، هل يسمع النظام الان؟ اوكي عز، انتم في منكم تطاول على المقدمين؟ عز في احد؟ انا ما عندي اي اشكال. اوكي ما عندي اي اشكال. انا بعطيك، انا اسال عبد الرحمن الكليب، اسال محمد عيسى، اصعد السؤال للمدير التنفيذي الاستاذ صالح الحسين. نحن في يوم من الايام نايف الاكاديمي سلم على متسابق عند الباب، صوروه وشهروا فيه وسلام عند الباب اللي هنا. صحيح. صارت قصة. عز في كل فقرة يدخل، في الرياليتي يدخل، يوم اللي له فقرة موجود، يوم اللي ما له فقرة موجود على الهواء مع المتسابقين. ما أنا زعلان. هل النظام يسمح؟ لأن نايف يقول إذا النظام يسمح
يوم الاحد يبي يجي بالعصر يتكي مع الشباب. عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز اول شيء يحق له ما يحق لغيره. ثاني شيء اذا في اذا في اذا في ايش يحق له ما يحق لغيره يحق هنا عند هذا ما يحق لغيره. سجل هذا التصريح. في تطاول منكم على المقدمين. اذا ما لقيت احد يرد فيه احد يردنا. ليش ليش كل هذا على المقدمين؟ ليش ليه مع الانسان يصير عنده دقيقه تدري ليه عبد عز الاسلمي تدري ليش؟ هذا الانسان يصير عنده اشياء كثيره. بعدين المقدم لا جاء ترى ما عليه يعني ما عليه اي كلام ما عليه ملامه سواء جاء ولا ما جاء. طيب طيب تبغى تدري ليه؟ ليه تبغى تدري ليه؟ ليه عطنا ليه يا مشعل ولا لك امر. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا من هو؟ انا. وش تبي في فقره العمده؟ اصور محمد مناح رفيج وصوره. ليه تصوره؟ ليه ما تنتظر انت تجي فقرته وتصوره خارج صلاحيتك؟ لا لا عادي اصوره داخل. هو داخل على الهواء وانا صورت. شكرا يا عز الاسلمي. ما فيها اي شيء ما فيها اي شيء نهائي. حتى القناه تعامل عبد العزيز الاسلمي على انه متسابق. اي والله الان تعامله على انه متسابق. يجلس مع المتسابقين يتصور معهم يدخل الفقرات يصورها الباقيين لا حرام عليه. مو بس مو كانه متسابق. لك الله عبد العزيز الاسلمي له استثناءات. خل يعلن لو هو يعلن هو قاله. يعلن ان عبد العزيز له استثناءات. هو اعلنها. لا انا ابغى اداره القناه تعلن ان عبد العزيز الاسلمي يحق له ما لا يحق لغيره. لا استثناءات. يدخل فقرات يخرب فقرات يدخل يصور ويسوي. خل يعلن احنا ما راح ننتقد. ويغيب ويغيب زي ما يبغى ويحدد فقرته زي ما يبغى في اليوم اللي هو يقرر اللي حظ. انا ارجع واقول تخيل ابو يوسف من البدايه من البدايه وقلت هذا الكلام. أنا أطالب إدارة القناة المتسابقين إذا نجموا في برنامج مو معناتها أنه يكون ينفع يكون مقدم. كل المشاكل اللي قاعد تصير من مقدمين ترى لم يخلعوا عباءة. طيب المتسابق كانوا متسابقين قبل شهرين عز على ريان للحين عايشين دور المتسابق. خلني أقول لك شيء. أول شيء عز الأسلمي إذا غاب تخيل وش العذر. تخيل وش العذر. وش العذر؟ راحت علي نومه. وفقرته في الليل راحت علي نومه. بالله هذا عذر يا ابو يا اخي. بالله هذا عذر صدق. أنا يا ولد يقهر. يعني حنا بعض الاحيان الواحد ما يرقد لا في الظهر ولا في الصباح ويجي عيونه يفتحها كذا ببدايه علشان يكمل الفقره. هذا يقول والله راحت علي نومه. ما في انضباطيه. الشيء الثاني يوم تقول انت ما هو بكل شخص يعني اخذ نجوميه او اخذ مركز يصلح مقدم. صح والله العظيم انه يعني في فترة من الفترات جاني متسابق قال لي ولد ظنك إذا 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 أخذت الأول إنه بيأخذني معهم البرنامج الجاي. صرفت عند متسابق كذا بصريح العبارة. قلت لا لا مو بشر. قال لي ولد خذوا فلان وخذوا فلان. أي واحد خذ مركز خذوه. صح. قلت يا أخي ما ينفع. قال طيب يا أخي هم كذا. أيوة. أبو عبد الله جلس معه قبل 3 أو 4 أيام بلسان يعني بلسانه قال لي الوضع اللي صاير في القرية خلاص ما ينصبر عليه. وش بيسوي يعني؟ البرنامج الجاي ما راح يكون فيه أي تسيب. بيكون فيه شدة وبيكون فيه. من يقول؟ عبد الرحمن الكليب. أول ما قال الكلام. مين قال لك؟ أول ما قال الكلام ذا فتح جوالي جلست أتابع. أيوة. هذا مين اللي قال لك الكلام؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله من اول البرنامج يقول نفس الكلام. ما في تسيب وانضباطيه. احنا ما نبي كلام. ما نبيك تقول انا بسوي وانا بسوي وانا بسوي. احنا نبغى نشوف انضباطيه. نبغى نشوف انضباطيه يا اخي. الانضباطيه يعني لا مقدمين لا متسابقين لا 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 اشياء واجد يعني عد وغلط. يعني احنا يا اخواني واخواتي جمهورنا الغالي احنا ما نطلب شيء مستحيل. احنا نطلب الاحترافيه في المهنيه. يعني تجيب لي متسابق طالع من البرنامج هذا وما زال متقمص دور متسابق حتى ان اسمه في مواقع التواصل الاجتماعي اما نجم الجمهور ولا المتسابق ولا الحاصل عمق ويجيك هنا ويقدم. لا لا يا محمود بعد اختيار المتسابقين ترى عليه ملاحظات.